Mesdames et messieurs, et chères sœurs et chers frères, je vous souhaite à toutes et à tous un bon Ramadan. Sayyidati, sadati, akhawati wa ikhwani, al-a'izza, atamanna lakum jami'an Ramadana mubarak. Yassurruna jiddan an najtami' marratan ukhra bimunasabat shahr Ramadan al-fadil. Wa nu'rib an ittinanina في اللجنة العربية الإسلامية للتضامن مع المقاومة الإيرانية برئاسة السيد أحمد غزالي على دعوتها شخصيات من 15 بلداً إسلامياً ومن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تشرفنا بحضورها هذه الليلة عبر الأنترنت. بالطبع بسبب وباء الفيروس التاجي كوفيد 19 لا يمكننا كما كنا نفعل من قبل أن نستقبل أو نستقبل إلى جانبنا على مائدة الإفطار جميع الإخوة والأخوات الذين يحضرون هذا المؤتمر، ولكن من المهم حتى في هذه الظروف الصعبة ألا ننسى التضامن مع الشعب الإيراني العظيم الذي يعاني الأمرين في ظل الديكتاتورية الدينية. نغتنم هذه الفرصة الرمضانية لنبعث من هنا ومن كل الأماكن إلى الشعب الإيراني رسالتنا ونقول له: لست وحدك في مواجهة استبداد وإرهاب نظام الملالي. وكما سنرى اليوم فإن هناك شخصيات مسلمة من مختلف بلدان العالم الإسلامي والعربي وشخصيات من مختلف الديانات الأخرى ستشاركنا هذه الأمسية لتسليط الضوء على هذه الرسالة التي نحن بصدد توجيهها للأحرار الإيرانيين. إن وجود جبهة التضامن الإقليمية هذه التي تحظى أيضاً بدعم دولي واسع يأتي في وقت تضع فيه بشدة الديكتاتورية الدينية في إيران تكلفها وتراجعها إلى حد بعيد، كما يأتي أيضاً في زمن يقف فيه الشعب الإيراني على حافة الانفجار ويستعد أكثر فأكثر كل يوم لإعادة سيادته من الملالي الذين هيمنوا عليها بالفساد والتطرف والاستبداد، وهو ما سنسمعه من كلمات المتحدثين الكرام في هذه الأمسية المباركة.